السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل، لو أنا عندي دايمنشن طويل شوية وعايز الدايمنشن دوت أقص أو أخفي جزء من النص، أعمل إيه؟ طيب خليني أقول له مثلا أهوت كان عندي دايمنشن دي أي، أو إديني اختيار إن أنا أعمل من نص الحيطة أو إن أنا أعمل من الحواف. المفروض اختيار جميل جدا إن أنا أعمل الحيطة كلها، بس أنت تضغط الأوبشن وتحدد إذا كان هيفرق معاك الجريد والحواف ولا لأ. ممكن تختار مثلا الحيطة تكون طويلة شوية زي دي مثلا اهو، هيعمل الدايمنشن بالشكل دوت. طب لو انا عايز اخفي الجزء دوت، يبقى انا هقرب كده وتستاب لحد ما يتحدد ده بس لوحده، وساعتها ممكن تقول له ديليت فيتلغي بالشكل دوت، وساعتها يبقى الجريد دوت منفصل عن الجريد دوت.